جلوس. وبكل أمانة وبكل أمانة في فقرة السيطرة لهذا اليوم أعلن أن الفريق الأصفر سيطرته وقوته من الضربة الأولى. سلطر جلتو أحمر أحمر برتقالي الأصفر هو القوي. يلا بس فايزين دقيقة يلا إذن تعال تعال ابو جراغب ابو جراغب الله يا احمر اصفر وسعوا بسرعه جلوس اجلس 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 برتقالي بيجي خير يسمع فريقك صاحبي ترى الصقعه بتوردك ورا النكبه اصفر 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 يا لا يا لا يا لا ليله المتعه والشيخ حامل الربعه غنايم انت في صمله مجموعتك بها فزعه الله ليله ليله المتعه طيب طيب شباب بنت خير بنت خير ساعدني فيك ما ساعدني فيك هات جلس فيك جلس محسن لا لا خل خلنا نجلس معك هذه عبد القادر تعال هنا جلوس جلوس مقرن مقرن يا شباب واحد اثنين ثلاثة طيب انا اعتذر عن اكمال الفقره استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا جاهز قسم بالله يا اخي لا تحترمون احترموا المشايخ مو منطق يا عزيزي بس انا سيمك مشايخ تاخر واحد الحين بعد تكلم لساعه لا والله ضحك انا ضحكت قهر والله والله ضحكت قهر والله والله عظيم قهر طيب مبروك الفريق الاصفر بكل امانه اجتمع عليك الفريق الاحمر قلتها وقلتها فريق البرتقالي اختلطتوا حاولتوا جلدتوا ما وصلتوا هنا اثبت سيطرته واثبت قوته فريق الاصفر فريق الاصفر بكل امانه توفيق الله سبحانه وتعالى تمشون في ظله وهذا ان شاء الله بحسن نيتكم الطيبه وانتم بصراحه ما قصرتم من ناحيه الالعاب والمسابقات فزتوا 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 ولكن الغير مكتوب ما هو مكتوب لكم ما قصرت قوة فريق ولكن ما حلفت الحظ الله يوفقك وحظوظ الرياضة ولا يصدرك وبيض الله وجهك وجهك طيب الان بنعلن النقاط الفريق الاول واضح عيد 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 عشان اشرح لكم الكلام هذا طبعا المكاسب فقط هي التي تضاف لكم فقط يعني اللي موجود في قريتك ما تاخذ اصلا اللي خليته من الفرق الثانيه هو اللي يضاف لك فقط وضحت وضحت يا ابن محسن يعني اللي خذوهم فقط هم اللي ياخذوا المكسب غير ما هو لك واضح الفريق الاصفر استطاع ان يحصل على لا خذوا الشيخ خذوا من شيخ القريه من الفريق الاخضر وهذه احد يعني التي رفعت الاسهم في الفريق الاصفر اقول لكم مبروك الفريق الاصفر اللعبه الثانيه ايضا استطاع ان ياخذ 130 من عند الفريق البرتقالي اللعبه الثالثه فاز الفريق البرتقالي وحصل على 200 نقطه من الفريق الاصفر وهي كانت ثم الاحمر سيطر على اخر ثلاث العاب هم الثاني اللعبه الرابعه اخذ 202 198 اللعبه الخامسه واللعبه السادسه 201 والله يا قيام كبيره شيء لكن الفريق الاصفر كان اجمالا بالنقاط الصدارة 1290 والمركز الاول والمبروك والغطى ما لها رقعه يا صاحبي ترى الصقعه بتوردك ورا النكبه يختارون المطاعم يختارون خلي يختارون الفريق الثاني والذي استحق بجداره ولكن
ولم يصل إلى الفريق الأصفر طبعا بقوة الفريق الأصفر المركز الثاني والشيء غير متوقع. أيوة خوي إذن هو أيوة الفريق الأحمر 601 تشاور يا ابن عمرة فيما بينه عندك ست محلات عندك ست محلات الأحمرية يجيني واحد بس اختار لا اختاروا أول شيء اختار الثلاثة طيب شاورما دقيقة دقيقة ابن عمرة ونعم يا خنوي اجلس ابن عمرة ابن سمرة عندك الناضج والشاورما افتح مايك امك افتح مايك عندك الناضج وخلي ياخذ لنا صورة حلوة اخذ الله اختارنا اصبر يقول عندك الناضج والشاورما وركن القصين اكشنها فوليتشي والتميس عندك ثلاث محلات اختارها بيعلنها الفريق الاصفر ابن سمره الناضج الناضج والشاورما والبروست والبروست ما لي شغل اذا الفريق الثاني ما لي شغل ما لي شغل عندك ركل قصير وفولوتشي والتميس جوعكم طيب رئيس القريه فيه؟ في رئيس القريه؟ طيب عطني رئيس القريه عشان اختم تكفى طيب بكل امانه اليوم ثبت فيه ضرب اكثر من مره هنا ضربوا كثير لكن هنا استحوذوا على اكثر هنا اتحنا الفرصه ولكن فريق جابر المسكين طلع من اول شيء الاخضر معوض خير طيب دقيقه بس ابعد على رئيس القريه احنا نطالب على رئيس القريه تكفى شوي بتصور ابغى اصور معك انا طيب ابغى اصور معك انتبه هنا طيب الجميع تعال هنا تعالوا تعال هنا تعالوا هنا خلاص ها